كشف محافظ النجف الأشرف يوسف كناوي عن وضع خطة حكومية لفتح أكبر عدد من المستشفيات وإعادة التطوير وتأهيل عدد آخر، مشيرا إلى أن ملف قطع أراضي الصد الأول للذين واجهوا فيروس كورونا قد تحول إلى القضاء للبت فيه. خطة الحكومة المحلية بالتعاون مع الحكومة الاتحادية هو فتح أكبر عدد من المستشفيات. مثل ما تعرفون حضراتكم، احنا مستشفى النجف تم إحالتها إلى المستثمر الإيطالي، التشغيل الإيطالي. مستشفى الصدر بلشنا بالإعمار بها. مستشفى الحكيم 200 سرير إن شاء الله جاء، يعني قريبا سوف يتم الإنهاء من إنجازها. أتصور شهر الرابع شهر الخامس السنة القادمة تدخل إلى الخدمة. وأيضا عندنا سلسلة من تطوير صالات الطوارئ، عندنا إن شاء الله تأهيل لصالة الطوارئ في المشخاب، عندنا تأهيل لصالة الطوارئ في الحيدرية، عندنا تأهيل لصالة الطوارئ في القادسية، وهنالك سلسلة من التأهيل اللي راح يصير في مستشفيات النجف. قضية الصد الأول، الإخوان اللي ضحوا في أيام كورونا كان مجلس المحافظة والمحافظ واقف معاهم، وبعد ما انحال الملف من مجلس المحافظة إلى المحافظ تم توقيع المحضر بأحقية شباب الصد الأول. المستثمر اعترض في القضاء، وإن شاء الله يوم 9/9 القضية منظورة في القضاء، يوم الاثنين القادم القضية منظورة في القضاء، ونؤمل بالقضاء العراقي وعدالته في إحقاق هذا الحق وإرجاع القطعة إلى الصد الأول، وتوزع إلى إن شاء الله إلى دائرة الصحة النجف.